بعد كده في الإنارة الخارجية مهم جدا، هتلاقي الزعم اللايت متميز في الإنارة الخارجية، في الفلود لايت اللي هي الكشافات الخارجية، طبعا دي منتشرة بدرجة كبيرة. هو خارجي فالاي بي بتاعه عالي، مقاوم للأتربة والمطر، والإضاءة بتاعته بيبقى الأنجل بتاعتها 120، بيديلك ضمان 3 سنوات، بتحمل درجات الحرارة العالية، بيبقى في منه مثلا سي 10 وات، في منه 100 وات، تمام، في منه 300 وات، بيبقى الاي بي بتاعه دايما 66 او 65، ده بيستخدم في المسطحات الخارجية وإضاءة المباني والواجهات زي ما شفنا كده السي سي تي، تمام، درجة اللون 3000 و4000 و6000، يعني متوافر منه الأبيض والأصفر واللون الكريمي. بعد كده الاي بي دايما خارجي يبقى رقم كبير 66، السي ار 80، البيم انجل الدرجة بتاعته 100، تمام، بلس ماينس 25%، اللومن اللي هو بيبقى فيه منه 75 لومن، في 1850، في 3000 لومن، وهكذا. اللايف تايم 30000 ساعة، في منه 10 وات و20 و30 و50 و100 و150 و200 وات، وده الكود اللي انت بتطلب منه الكشاف في الزامل.